كي نوقف السي محمد أوجار غادي نطلق أنا، لأنه دار واحد الوصف ديال الشخصية ديال السي عزيزة خنوش، وأنا بغيت نضيف لهذا الوصف هذا واحد مجموعة هذه الأوصاف أخرى اللي كتنضاف الكلام اللي قال السي محمد أوجار، اللي هو ولد الناس، ولد العائلة، مربي، صبور، متابر، بيرسيفيرون. ولما كيحدد المشكل ما كيعومش في الكاس ديال الماء، كيمشي له مباشرة. وغادي نوقف هنا وغادي ندير مقارنة، وهذه المقارنة تقتضي بداية بغيت ندير واحد الحصيلة ديال الإنجازات ديال شي واحد اللي كيسب. أنا داخل القاعة هنايا وأترنح من نشوة هذا العدد 4000 اللي حاضرين معنا في هذه القاعة. ولكن واحد دخل القاعة وقع فيها 18 واحد، 18 واحد جمعهم بالكاد وانفجر. من حقه باش ينفجر، لكن لما يكون مسؤول خصو يضبط الأعصاب ديالو، خصو يتفاعل مع الوضع، لكن انفجر. وهذا الانفجار دفعني كنقول أودي ما هو السبب؟ أنه إنسان بدائي بريميتيف باقي ما وصلش، ما دخلش القرن 21، لازال في القرن، لازال يعيش في القرن 5 قبل الميلاد. هنا بشد الفكرة ديالي مشيت كنبحث باش نلقى شنو هما الأسباب. مشيت لعند السلطان أو الملك النجاشي في الحبشة، لا لابد لابد، وكانوا عنده جوج ديال المستشارين، مستشار عنده أخلاق، صدوق، ولد الناس، كيف تعليه الفتوى، كيقول لا لما كتقول لا إياه، واحد غالب الله سيء، وما كاين غير الكلام البديء، لأنه مربي هكذاك، ما يمكنش يتبدل. ولما كيغيب هذا المستشار العاقل كيبقى هذا كيلقى المساحة، ولقى واحد المساحة 10 سنوات، واعتقد لأنه جاء نتيجة وهم، نتيجة موجة، نتيجة تعاقدات أجنبية. وحنا كنعرفوا التاريخ، شخصيا عشته، كيفاش بدأ التدريب في تونس، كيفاش تعمل داك الشيء باش وجدوه. التاريخ اللي بغونا نتكلموا فيه، حنا كنقولوا دي هذه مؤسسة رئاسة الحكومة وديال المغرب، من واجبنا أنه نحترمه، لكن بما أنه بدائي لا بد أن نتحدث لغة بدائية بنفس المستوى. أنا لست مسيحيا سيد الرئيس، أنا ماشي واحد غادي يعطيني هنا تصرفيقة غنعطي له الوجه الآخر. العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. لنحصروا المجال ديال النقاش في الإطار السياسي ونتكلموا في المشاريع والمقارعة ديال المواضيع، هذا أهلا وسهلا، إحنا مستعدين. نتكلموا في الأشخاص، عاوتاني إحنا مستعدين، وكل واحد عنده التاريخ ديالو نجبدوه. سي عزة خنوش ولا التجمع الوطني الأحرار ما عمره ما باع المغرب، ما عمره ما كان في شي تيار سياسي قومي شيوعي إسلاموي إلى غير ذلك. التجمع الوطني الأحرار حزب وطني مغربي، ونفتخر بانتمائنا لهذا الوطن فقط لا غير. انتماؤنا ولاؤنا لجلالة الملك، انتماؤنا ولاؤنا للمغرب، انتماؤنا ولاؤنا للحزب، انتماؤنا ولاؤنا للمستقبل. أنا جاي فرحان لهذا اللقاء السيد الرئيس، وباغي نبقى فرحان، وغادي نبقى فرحان،
وباغي الدخول السياسي اللي تكلم فيه سي محمد أوجار باغي ندش شنو وانا فرحان. فرحان اولا فكنا في الدار البيضاء قلنا ودي لما عملناش، وهذا هذا تصريح ديالي باش ناكدوا بانه التجمع الوطني الاحرار ملتزم وطلقنا الالتزام ديالنا. انا فرحان لان الالتزامات كلها تصوبات. نفتخر سي محمد بوسعيد، سي محمد اوجار، سي انيس بيرو، احنا سي شكيب بن موسى شاركنا في حكومات سابقه وعشنا تجارب. هذه خامس حكومه نعيش معها، يعني من الداخل ماشي من برا. صدقوني الشباب وغادي توقفوا على هذا الكلام، هذا من احسن المنجزات التي صنعت. دخلتوا للحكومه، دخلنا للحكومه، أزمات اليوكرين كما قال السيد الرئيس، البرنامج الحكومي و2030 البنية التحتية الكبرى من قطارات من ملاعب كرة، كيفاش توفق ما بين هادو ثلاثة وفيهم جوج الحوايج أساسي اللي هو الماء والغداء وتوفرهم للمجتمع وبلا ما تقيس الميزانية. هذا راه كيمشي واش عنده هاد القدره باش يصوبها؟ ما عندوش هاد القدره، وما غاديش يمكن له يجي يتناقش معانا. ماشي ما عارفش، لانه بسم الله الرحمن الرحيم عدو الله مش تراجم غنسميه شي حاجه واحده اخرى. ها لا ياك لا وقيلة تنكون انا وياه نقول له فودنو. عارف وما بغاش يجي يتناقش معنا في الميدان ديالنا في اللي كنعرفوه. داكشي باش بغي يجرنا لذاك النقاش الاخر باش يغطي علينا. سي محمد شي واحد قال ودي كاين مسمار وكان قال سي هذاك راه غامسمر اللي كيدقوا فيه مسمار ديال التجمع كبير، خصو الدق كبير باش يدخل، خصو الوقت لانه مسمار كبير ويصعب على اي من كان أن يقوم بعجاجه. فبالتالي سندق هذا المسمار إلى حدود النعش. فرحان السيد الرئيس لأنه من الآن ربحنا 2026. الدليل القاطع هو السي سعد بن برك والسي صالح حنين يوم أمس وقبيلة مع السي مصطفى، قلت له ودي راه رب ضارة نافعة. راه هاد الانتخابات الجزئية واخا عذباتنا راه خصنا نبقاو نديروها دائما، لأنه هادوك الناس خصهم الخشيبات، خصو كل نهار يخسر وخصك أنت كل نهار تربح وشوف واش يفهم. إلا ما فهمش هادشي كيفاش غيفهم يسير بلاد؟